على اساس لان سووا عرسهم باسطنبول بتركيا واحداث كلش حاليا متأزمة ومتوترة بتركيا بسبب اللي دا يصير زلازل وغيرها من الهزات على أساس اجوا أتراك وطشروا العرس مالتهم لهم مشاكل يعني باختصار يعني قالوا لهم انه احنا بيا حال جايين ترقصون هذا اللي انتشر على حفلة زواج سهير صلاح بالاضافة الفنان حيدر عبد الثامر اللي سووه اليوم وكثير ناس حشت وانتقدت لكن اللي نريد نقوله الف الف مبروك والرفاه والبنين وانتم على خير شايف لما تسوي شغله وتتعب عليها وتزيد الناس كلها تحكي بيها ويجي واحد يقول لك يا بنت ايش قد فزقان ايش قد بطلان خطيه هذا اللي صار لسهير صلاح بالاضافه الى عبد الثامر اللي اليوم حفله زواجهم خطيه يمكن ذولا افقر اثنين مع تزامن الاحداث اللي تصير حاليا في تركيا واحنا طبعا وسوريا ايضا قلوبنا معهم مع الدولتين وانا لا وانا لا راجعون دي اللي تيصير بيهم ورب يرحم اللي راحوا ويشاف الجرحى أه لكن انتشر خبر ومقاطع فيه مثل تشوفون امامكم حفله زواج الفنانين حيدر عبد الثامر بالاضافه الى سهير صلاح صحيح هم ما بيدهم شيء وما يعلمون الغيب بس كان الاجدر والمفروض خصوصا انه العرس مالتهم سواه بتركيا انه شويه ياجلونه ما بيها شيء عادي يعني مثل ما انتم سويتوا حفلة الز... الخطوبة ورا شهر الحنة ورا ثلاثة شهور الزواج تقدرون تأجلونها لكن سعادتكم فرحتكم إن شاء الله تكمل وألف ألف مبروك بالرفاة والبنين لكن ما أعتقد يعني أو إحنا ما علينا من الأخير مبروك ورجعت دعم القنوات الصغيرة الخلاصة أسوي لك دعم أصعد قناتك على المشاهدات والاشتراكات بشروط كل سهلة ما عليه غير أنه تنزل قسم التعليقات تلقى حساب من هناك راسلني على الانستجرام وراح أفهمك شلون اوصلك لك ألف مشترك وشلون تحقق أرباح من قناتك وتصير مصدر رزقك ما علي غير أنه تراسلني على الانستجرام